فما ايفينمون تاع ويل جست او مومون دو لونجسترمون نحن جست قبل الويل قبل الويل بجمعه صحيت الويل اللي هو عجبني برشا في تونس عجبتني فاز على الاخر في تونس برشا تستويت يجيو اندرغراوند عبيد معناتها متخبيه بالرسمي متخبيه معناتها ما تشافش مش قاعد يشوف فيها العبيد فهمتني نايس جايين فرحان بيها الحاجه دي اللي تعملت في تونس ان شاء الله ديما تكمل هكا كيما هكا كاو هذيك جست الحاجه اللي قلت عليها ممكن نرجع للموضوع برينسيبال الفستيفالات هذوما طياره خاطر العبيد باش يجيو يتفرجوا على كاتيبان والف هذوكم الهيدلاينرز هذوكم في نفس الوقت ينجموا يجيو يتعرفوا على ارتست جديد وديك الحاجه الباهي يقول الباهي كاتيبان طيب يطلع 9 تاع الليل اونتر تون عندي نعمل نسمع في السيد هذا طلع طياره هذا فهمت يا سيدي سويت وذاك شنو لازم هي شنو الحكايه ما انت العبيد الكل باش تتفرج كيما مش تفرج عليك انت كيما مش تفرج على فرح كيما مش تفرج علي انا كيفاش باش تسمعك انت بعد تسمع فرح تقول فهمت تسمع لي بعدك تركز مع لي بعدك ومن بعد كشي روح للدار باش يحلل سمعت برشا صوت مزيانين برشا عبيد باين برشا كذا خلينا نتبعو هذيك خلينا نعرفو هذيك فهمت شنو هذيك الحاجة الباهية معناها اللي هو فما اللي هي يعطيوك حاجات ماكش حاجتك بيهم وقت اللي تسمعهم في وقت من نايس فهمت شنو في وقت مش تعجبك فيه الحاجة هيك وباش يجيبو لك في وقت وكاو جمعة نايس نايس بالرسمي الجمعة نايس نايس شارع تويلو اللي نظموا فيها الكل برجولي برافو